الجونه. بجد التحيه ليك كابتن الكبير كابتن ايمن شوقي، وبجد التحيه ايضا كمان لكل نجوم الاستوديو التحليلي. بالفعل يعني نقدر نقول منذ لحظات بسيطه جدا كان في محاضره فنيه لمستر فايلر، طبعا للتشكيل ووضع الرتوش الاخيره طبعا على التكتيك اللي هيقوم به فريق النادي الاهلي في مباراه اليوم الاهلي والجونه على ملعب مختار التتش. ابدا معاك كابتن ايمن بتشكيل فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من الشمال اليمين علي معلول، ياسر ابراهيم، محمود متولي، محمد هاني، امامهم اليو ديانج وعمرو السوليه، امامهم ايضا وليد سليمان، على الاطراف جونيور اجاييه ورمضان صبحي ومروان محسن. يعني طبعا زي ما حضراتكم اتكلمتوا في الاستوديو في بعض الاختلاف في التشكيل ده بالنسبه لتشكيل مباراه سموحه اللي فاتت. نقدر نقول مستر فايلر بيحاول ان هو يجرب كل اللعيبه اللي بدا بيه، بيحاول ان هو يدعم في بعض العناصر. يمكن شفنا بادجي في المباراه الاولى، بنشوف النهارده مروان كراس حربه، رمضان صبحي لم يشارك في المباراه مباراه سموحه، بنشوف النهارده بيشارك. ان شاء الله باذن الله يكون تشكيل مميز، يكون النادي الاهلي ان شاء الله كالعاده ينفذ التكتيك، ينفذ كل الجمل التكتيكيه اللي طلبها منه مستر ريني فايلر النهارده باذن الله. زي ما بنقول اهم حاجه ما يبقاش في اي اصابات. يعني النهارده انا شايف محمود وحيد النهارده يعني بيجري حوالين الملعب، سالته سريعا كده عنده شد بسيط في العضله الخلفيه، يعني ان شاء الله باذن الله يعود سريعا. محمد محمود كمان عايز اطمنكم عليه، نقدر نقول بعد العيد ان شاء الله هينزل بكل قوه يشارك مع التدريبات الجماعيه لفريق النادي الاهلي. فان شاء الله كل اللعيبه اللي غابت الفتره اللي فاتت نستفيد منها ان شاء الله عقب انتهاء اجازه العيد. ان شاء الله باذن الله كل اللعيبه تشارك، كل اللعيبه تدعم النادي الاهلي. المرحله اللي جايه محتاجه تكاتف وتلاحم كبير جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكون جرعه تدريبيه جيده لفريق النادي الاهلي. عوده لك يا كابتن ايمن. شكرا كريم، معانا لحد اخر مباراه ان شاء الله. هنروح مره ثانيه لفاروق صلاح وتشكيل الجونه. اتفضل فاروق.